فنان عبد المحسن نمر ما شاء الله، شو هالازياء الحلوه؟ هذا الزي السعودي التقليدي المطور. في اي منطقه معينه بالسعوديه والله السعودي بشكل عام؟ طبعا بشكل عام الصايه تلبس بكذا شكل يعني، بس هي شويه يعني الفنان السعودي المبدع ايمن هو اللي عامل هذه التفاصيل. يعني انت سعودي حداثي شوي. قليل ما بنشوفك هيك يعني بالثوب السعودي هيك اللي كثير ملفت يعني، هذا بنشوفك بالثوب التقليدي، ليش هالمره لبسته؟ يعني عندنا احنا تكسيدو، مو بس هذا، ترى في تكسيدو سعودي. مفروض طبعا. لا ما شاء الله جميل كثير حلو، وحابب انا البس منه في يهدينا ان شاء الله عرضه. لا خليه صعبك المصمم، ان شاء الله نتواصل معه لانه انا كمان عندي شيء سعودي بخصني. سلام. حلو حلو هذا. اليوم حتتكرم بمهرجان ضيافه، اول شغله حبينا نبارك لك نقول لك الف مبروك على التكريم، وكمان امبارح عرفنا انه كمان في شيء كان تكريم اليوم، تكريم ثاني خبرنا. هو طبعا يعني الجميل في تضارب شويه في المشاعر، كونك انت في نفس اليوم تفوز بجائزه افضل ممثل في دور اول على منطقه الخليج، كثير كان مهم بالنسبة لي، وأيضا يتوج بتكريم في مهرجان عربي بهذا المستوى، أكيد هذا الشيء يسعدني جدا ويلخبط المشاعر عندي ويحطني في منطقة إني إن شاء الله في المستقبل يكون في أكثر حرص وأكثر قلق من السابق، إن شاء الله أن يكون قد هذه الجوائز وهذه الأشياء. طبعا كنت بضيافة ما شاء الله عنك، عفوا كنت بالمنصة ملفت ودورك كتير مميز كان، وهلأ في جزء تاني، خبرنا عن أجواء العمل بالمنصة. والله طبعا هو الجزء الأول كان أعتقد يعني كمقياس الآن بين ردود الفعل تجاه العمل، يعني خلال المتابعين من خلال الشغف في السؤال عن الجزء الثاني، وأيضا هذا يعني خلينا شوي نتحمل مسؤولية أكبر في اتجاه أن احنا نعمل جزء ثاني يكون يفوق الجزء الأول، وأعتقد العناصر الثابتة الأساسية فيه، وفي إضافة عناصر جديدة مهمة جدا للعمل، وإن شاء الله راح يكون مفاجأة أيضا، هذا يعني راح يكون ستيب آخر على المنصة الأول. شفنا الإعلامية مهير عبد العزيز أثناء لقاءها معي كتير شكرتك وقالت إنه كتير سعادتها إنه أول مرة بتطل بعمل درامي تمثيل. طبعا مهيرة أول شيء مسيها بالخير، الأخت عزيزة هي كان طبعا يمكن أنا حرصي أكثر على إنها هي جاية أصلا محملة بنجومية عالية وبقدرة عالية في مجال التقديم، فمسألة التمثيل كانت يعني جديدة بالنسبة لها مختلفة، فيفترض أن إحنا نكون أيضا يعني دعائم لها في هذه التجربة، وقدمنا لها اللي نقدر عليه، ويبدو لي أنه يعني التجربة كانت كثير موفقة، وإن شاء الله بتشوف مهيرة في أعمال إن شاء الله أهم أيضا. حتى دورك بأم هارون لما قالوا لك دور حاخام وهيك بهذه الأجواء، هل ترددت ولا دغري قبلت الدور؟ لا طبعا ما كان في تردد، لسبب لأني طبعا ما وافقت وعطيت موافقتي اللي بعد قراءة متمعنة للنص وفهم كامل لكل التفاصيل، فمدام أنت واثق باللي تقدمه أكيد ما كان في قلق، بس هو شوية كان في حالة من الترقب داخلي انه هل هذا الكاركتر وهذا الشكل الناس راح تستوعب احنا وين رايحين في اي اتجاه، او انها كان شوي في قلق من ان احنا نقدر نوصل الفكرة او لا. في جزء تاني طالما المنصة جزء تاني ام هارون، في جزء تاني؟ لا هو يعني ام هارون هو عمل متكامل، يعني اذا كان بيعمل له امتداد شيء اخر، لكن بالنسبه للمنصه هو كان جزء اول يحتاج الى تكمله في الجزء الثاني، وكان مكتوب الجزء الثاني والثالث والرابع ما زال مكتوب ايضا. هو ام هارون كثير نجح يعني، عمل كثير ضرب رغم الانتقادات اللي تعرض لها، قصدي عاده القائمين على اي عمل يستغلوا النجاح انه لا يعملوا جزء ثاني، ما عملتوا هذا الشيء. لا يعني انا اعتقد هو النجاح يعني كفايه انه يكون في منطقته، واذا في شيء على قولت صديقي محمد دحام اللي بعده نشوف. طيب شو عندك شيء جديد هلا غير المنصه، هل في شيء ثاني عم تعمله؟ في مشروع تحت القراءه عندي ان شاء الله راح يعني يكون في البحرين قريبا باذن الله، يعني ان شاء الله قريبا. كل التوفيق. شكرا لك، شكرا جزيلا.